إلى اليمن، حيث شنت طائرات التحالف السعودي الإماراتي 4 غارات على منطقة صلب بمديرية مجزر في محافظة مأرب شرقي البلاد. من جهة أخرى، أعلنت مصادر ميدانية في قوات ما يعرف بالمجلس الانتقالي، أعلنت مقتل أحد قادتها علي سيف الحارمي في مواجهات مع قوات الحكومة الشرعية بجبهة زنجبار جنوبية البلاد. وقد دفعت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا بتعزيزات عسكرية إلى مدينة زنجبار. وفي الشمال اليمني، قتل القيادي في الجيش اليمني اللواء محمد الحجوري بجبهة صرواح على يد قوات جماعة الحوثي. نتابع الجديد من المستجدات على الساحة اليمنية مع مراسلنا من صنعاء خليل القاهري. خليل، تطورات ميدانية كثيرة في سقطرى، مظاهرات مناهضة للتواجد الإماراتي، وأيضا تجدد وتواصل الاشتباكات والمواجهات على أكثر من جبهة في اليمن. ما الجديد لديك خليل؟ نعم، مأرب يعني جمال هي الجبهة الأكثر اشتعالا يعني بين كل الجبهات التي الآن يعني تشهد هدوءا حذرا صح التعبير، وبالتحديد جبهة صرواح إلى الجنوب الغربي من محافظة مأرب، حيث تحتدم المواجهات بين الحوثيين من جهة والقوات الحكومية المسنودة من طيران التحالف من جهة ثانية. الحوثيون كانوا أحرزوا تقدما كبيرا باتجاه مواقع القوات الحكومية، ولكن يبدو أن طيران التحالف تدخل للحيلولة دون هذا التقدم بشنه هجمات مكثفة يعني على مواقع الحوثيين للحيلولة دون إحرازها التقدم باتجاه مواقع القوات الحكومية. والحوثيون كانوا قد توعدوا خلال الفترة الماضية وقالوا بأنهم سيمضون باتجاه السيطرة على مواقع في صرواح وربما في أجزاء من مأرب، وبالتالي فإن المعركة في مأرب تبدو معركة مصيرية بين الطرفين، خاصة وأن مأرب تمثل يعني منطقة عسكرية بالغة الأهمية بالنسبة للجانب الحكومي، وبالتالي فإن مضي الحوثيين في السيطرة عليها أو على أجزاء واسعة منها يعني أن الجانب الحكومي سيخسر يعني خسارة استراتيجية في هذه المعركة. والملاحظ أن قتلى وجرحى من الطرفين سقطوا خلال مواجهات صرواح والمناطق المحيطة بصرواح، بينهم قادة عسكريون من الجهتين وخاصة من الجانب الحكومي، فقد قتل أحد أبرز القيادات في الجيش الحكومي خلال هذه المواجهات، وكذلك المواجهات التي امتدت إلى القرب من منطقة نجد العتق في الاتجاه الآخر والقريبة من نهم إلى الشرق من العاصمة صنعاء، وكل ذلك طبعا بالتزامن مع غارات جوية مكثفة سواء على مأرب والصرواح ومجزر ومدغل أو حتى في مناطق تتبع محافظة الجوف وتحديدا في مديرية خب والشعف شمال شرق البلاد. خليل القاهري من صنعاء، شكرا لك.